تتحرك تركيا ضمن حدود عدم المواجهة المباشرة مع القوات السورية شمال سوريا، إذ ردت القوات التركية على هجوم صاروخي استهدف مناطق خاضعة لسيطرتها شمالي البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع التركية عبر تويتر أنها ردت على ذلك الهجوم عبر استهداف نقاط محددة من دون إعطاء تفاصيل عنها. لكن المرصد السوري كشف أن القصف المدفعي التركي استهدف أطراف بلدات عدة في ريف حلب الشمالي. في المقابل قصفت القوات السورية المتمركزة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية مواقع الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي. تبادل الهجمات والاشتباكات بين الطرفين بدأ باستهداف قصف مجهول المصدر سوقا للمحروقات قرب المعبر في ريف جرابلس. القصف أدى إلى نشوب حرائق كبيرة في الشاحنات والصهاريج وأدى إلى إصابة مدنيين، لكن أنقرة أكدت أن الصواريخ أطلقت من مطار كويرس في حلب الخاضع لسيطرة النظام. وقبل أسبوع استهدف هجوم مماثل المنطقة نفسها وتسبب باحتراق أكثر من 180 شاحنة وصهريجا لنقل النفط. وسقطت في الفترة نفسها قذائف صاروخية مصدرها القوات الحكومية على الأطراف الغربية لمدينة الباب. وفي سبيل عدم تصعيد الموقف أكثر، أوضحت أنقرة أنها اتصلت مع روسيا للمطالبة بوقف استهداف المناطق التي تسيطر عليها أو الفصائل السورية التابعة لها.